كاين هجا التوجه العام ديال المغرب في اطار السياسات الخارجيه والانفتاح الثقافي. العرائش الاقليم العرائش من الاقاليم اللي عرفت التعايش بين ديانات والثقافات سواء في الحاضر القصر الكبير او حاضر العرائش او حتى في العالم القروي. العديد من القرى اللي كان فيها يهود مغاربه وسفرديين واسكيين ومسيحيين غربيين. Voy a dar la palabra y la bienvenida al señor Mustafa Chouchouf, presidente del Consejo Municipal. فاطمي رجان هو الجهه التي دعمتنا، اعطتنا دعم بصراحه، حلنا مجموعه من المشاكل، وكنتمناو ان المجلس الاقليمي يستمر معنا في الدعم للمرجع هذا. كلمة السيد المنتخب مصطفى الشتوف بالإنجليزية أو اللي بغيت نترجم أو العربية. إلا هولندية. ترجمة إسبانية. إسبانية. Pero no hablo muy bien español. Todos bienvenidos a la Rache. أولا بغيت نقول واحد الكلمة أستاذ رحمن، هو أن الوجود ديال هذا المكان يعني كيذكرني ايام خالده للمدينه العزيزه. ميشيل سيدي مصطفى كعشتا راكي عشتا نبار لا كاشيا لاخر ريكوردار وجديه في غلوريا هذا راكي. ولكم ان تعرفوا كم تعايشت الاديان في هذه المدينه. هنا كنيسه البلار في كيريان، كنيسه اخرى، وتعايش الاديان كان حاضرا بقوه في هذا. كيلا راكي كوبيرون Yeah.